السلام عليكم ورحمة الله دائم الجديد. اليوم عندنا واحد البداية ديال واحد الزليج فينا ديال الحيط، غنبينو الطريقة ديالو من الأول. أول حاجة هي كنرش الحيط شوية بالماء، وكنخلط واحد شوية ديال السيمة حريرة، كنجير بها الحيط باش يشد ليا الفورمة على بركة الله. احنا توكلنا على الله بدون تكلفة كثيرة، خنشة السيمة هي الله نص خنشة ديال السيمة، شوية الحريرة، وهو الزليج جديد واقف بدون تكلفة كثيرة. كابل مرطوب، دريسي الحيط مزيان، رش الحريرة، لصق الجليجات ديالك.